خلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا لمياء. قولي لنا بقى إيه المكان اللي أنت زرتيه ونفسك تزوريه مرة تانية؟ الفيوم، وبالتحديد وادي النزلة. أنا كنت بالصدفة بصور حاجة هناك، لأنه الفيوم فيها حقول كده وزراعات النباتات العطرية، وإحنا متصدرين قوي في العالم في النباتات العطرية دي. وبالصدفة صاحب الأرض اللي صورنا معاه كان قال لي لازم تعدي على وادي النزلة ولازم تشوفيه، لأنه فعلا تحسي أن أنت يعني في فيلم عربي قديم. وودونا وادي النزلة وشفت المكان عامل ازاي. يعني المفروض ان القرية دي اكتر قرية في المحافظة كلها منخفضة عن الارض 30 متر تقريبا، عشان كده سموها النزلة. عشان كده سموها النزلة. واللي هناك على فكرة تصور فيلم البوسطاجي ودعاء الكروان للفنانة فاتن حمامة، ونزلت النزلة بتاعتها دي. يعني بصي تحسي فعلا ان انت فيلم عربي قديم. وشفت هناك كمان متحف حاطين فيه في الوادي المشاهد للفيلم البوسطاجي والفيلم فاتن حمامة، حلوة قوي. وتشوفي كمان الناس وهي عمالة بتعمل الفخار، وطبعا على فكرة هناك عائلات كتيرة قوي بتشتغل في الفخار، والمفروض ان احنا برضو المكان ده من اشهر الاماكن في مصر وفي العالم بيعمل فخار، وبيساعدوكي تعالي اعملي وتشوفي الزراعات وتشوفي يعني زي في منحدرات كده وسهول طول الطريق وانت نازله فيها، زرع حواليكي وورده حواليكي، وطبعا النيل قدامك، يعني منظر بديع وهادي. بحيرة قارون بقى وهادي. ما هي بتوصل الفرع ده، او ما اعرفش يعني هو ده مصرف زراعي او حاجه، بيوصل لبحيره قارون. فمكان بديع جدا ورايق جدا وهادي، اللي عايز يروق باله ممكن يروح يقعد هناك الحقيقه بالساعات. مكان حلو قوي، يعني انصح ناس كتير قوي تروح هناك لو حابه انها تستجم وتشوف حاجه حلوه. صحيح. بصبح عليك